بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم ولقائنا اليوم مع حلقة بعنوان قاتل الملك. نعود ونفتح ملفات، وملف اليوم هو عن قتل الملك فاروق آخر ملوك مصر. الملك فاروق ولد في عام 1920، تحديدا في يوم 11 فبراير. كان مولود سعيد جدا لأن والده في هذا التاريخ كان سلطان. الإنجليز أعلنوا مصر سلطنة بعد ما أعلنوا الحماية عليها وولوا عليها حسين كامل سلطانا لمصر. وحينما مات السلطان حسين كامل لم يرد ابنه أن يتولى السلطنة من بعده، فانتقلت السلطنة من حسين كامل إلى أخيه فؤاد ابن إسماعيل. فؤاد أعلن سلطانا على مصر وظل سلطانا عليها حتى قامت ثورة 19. ونتيجة لثورة 19 اضطر الإنجليز إلى إعلان تصريح 28 فبراير سنة 1922، واللي بيعلنوا فيه الاستقلال السوري لمصر. في 15 مارس سنة 1922 تم تحويل مصر إلى ملكية، وأصبح فؤاد الأول هو أول ملك على مصر المستقلة. وتحول فاروق اللي في الوقت ده كان عمره سنتين وشهر تقريبا إلى ولي العهد ملك مصر، وهو الملك فؤاد. كان الزواج كان في مايو 19 والميلاد كان في فبراير 12 فبراير، فقعدوا يعني يحسبوها باليوم، ولقوا إن مسألة يعني إنها إن فاروق ابن غير شرعي، ده كلام يعني غير صحيح. يشب فاروق وحينما يصل إلى سن 13، وتحديدا في سنة 1933 يعلنه والده أميرا على الصعيد، ويصبح فاروق معروفا باسم أمير الصعيد. بريطانيا تترجى فؤاد أكثر من مرة أن يرسل ولي عهده فاروق لكي يدرس في بريطانيا، وحينما يوافق فؤاد يسافر فاروق إلى بريطانيا. ولأن عمره كان 15 سنة، أقل من السن القانونية، كان يدرس في مقر الإقامة للأمير الصغير فاروق. وما تدومش إقامة فاروق كثيرا في لندن، حيث يشتد المرض بوالده فؤاد، ويتوفى الملك فؤاد في إبريل سنة 1936. يعود فاروق إلى مصر ليعلن ملكا تحت الوصاية، ويظل ملك لمصر تحت الوصاية حتى يبلغ 18 بالتقويم الهجري، وهو في ذلك يقل ما يقرب عن 6 أشهر عن التقويم الميلادي. وبذلك يصبح فاروق ملكا دستوريا لمصر في عام 1938. تمر الأيام ويحاصر الإنجليز فاروق في قصره في عام 1942، لأنه لا يريد أن يلبي لهم رغباتهم بتشكيل حزب الوفد للحكومة في مصر أثناء العالمية الثانية. ويخضع فاروق لطلبات الإنجليز بعد أن حاصروه في القصر، ومن هذا التاريخ يصير عداء تاريخي بين فاروق والإنجليز. وبعد هذا الحادث يدبر الإنجليز محاولة لقتل فاروق. في عام 1943 يذهب فاروق لتفقد يخت المحروسة الذي احتفظ به في البحيرات المرة في وسط قناة السويس، لكي يكون بمأمن عن غارات المتحاربين في الحرب العالمية الثانية. كان فاروق يذهب لتفقد هذا اليخت الذي ورثه عن جده الخديوي إسماعيل. وفي الطريق وهو ذاهب إلى البحيرات المرة، تخرج سيارة نقل إنجليزية فتصدم سيارة فاروق، ويشرف فاروق على الوفاة. ولكن يشاء الله أن الملك الشاب يصاب بكسر في حوضه، وتكون إصاباته شديدة وخطيرة، ويبقى الملك خاضعا للعلاج فترة من الزمن. حادثة القصاصين التي تعرض لها فاروق وكادت أن تودي بحياته سوف يكون لها تأثير عظيم على حياة فاروق. حادث القصاصين، هذا الحادث أصابه بحالة من الضعف الجنسي. شاعت حول تلك الحادثة عدة شائعات. أول هذه الشائعات زعموا
أن الملك فقد القدرة على الحياة الطبيعية مع النساء، ولذلك زعم بعضهم أن فاروق تعمد أن يشيع في الصحافة المصرية، خاصة الصحافة الصفراء منها، إشاعات عن لقاءات فاروق مع النساء وسهراته الماجنة، وأنه زير نساء وما أشبه ذلك، على اعتبار أن ذلك وأن هذه الإشاعات ما هي إلا تبييض للوجه للتغطية على أمر آخر. هو كاد يكون طلع على نفسه إشاعة أنه هو رجل عسلات علشان يعوض إحساسه بالنقص في النقطة. هذه الشائعات سوف يكون لها أكبر الأثر على مستقبل الملك. من هذا التاريخ وهذه الشائعات يتم تداولها. الشائعة نعلم إلى أي مدى وصلت، ولكننا لا نستطيع تحديد مصدرها، ولذلك قالوا أن هذه الشائعات أطلقها الإنجليز لتشويه سمعة الملك، وقال آخرون إنما أطلقها فاروق كنوع من الانتقام النفسي. ده واحد بيعاني معاناة نفسية. هو الراجل ده كان ضعيف من الناحية الجنسية، إنما كما هو كثير من هؤلاء الضعفاء عنده مركب نقص. فدايما لما يكون واحد ضعيف في حاجة يحاول إن هو يبين فحولته وقوته فيها. فكريم ثابت بيقول إن المرض اللي هو أصيب به في طفولته أو في صباه أثر على قواه الجنسية، بحيث إن هو ما هوش يعني الفحل واضح، ولا اقول كمان ولو ان كانت مسألة كلها ظاهريه، كانت قدراته الجنسيه ضعيفه، فهو كان يعني بيحاول ان الناس كلها تعرف ان هو راجل فحل وانه راجل قوي جدا لناحية جنسية، فيظهر ان احد اللي اتصل بيهم فضحته، لكن يعني فضحته وقالت ان ده ولا حاجه خالص وده راجل ضعيف جدا وبتاع. نترك هذه الحادثه وننتقل إلى عام 1945. يحضر الملك فاروق حفل تخرج ضباط الكلية الحربية. الأول على تلك الدفعة كان شابا يسمى إبراهيم بغدادي، وتبعا للتقاليد يقوم هذا الشاب باستلام الراية من الملك شخصيا، حيث يقوم الملك بتكريمه. ولكن الغريب أن إبراهيم بغدادي هذا سوف يستلم الراية من الملك ويدعو له مخالفا الأعراف المتبعة في مثل تلك الحفلات، فيقول: الله يبارك في جلالتك، انظر لتلك اليد التي ستمتد لتأخذ الراية من الملك فاروق. هذه اليد التي ستمتد لتأخذ الراية من الملك فاروق وصاحبها الذي يدعو له بلسانه هي ذات اليد التي ستضع السم لهذا الملك فتقضي على حياته. وهذه من المفارقات العجيبة، أن اليد التي امتدت لتأخذ الإحسان فينطلق لسان صاحبها بالدعاء هي ذات اليد التي ستمتد لتدس السم لهذا الرجل الملك فتقضي عليه. عام 1945 تحديدا، وحضرتك كنت من أوائل خريجي الكلية الحربية، الأول على الكلية الحربية، وحضرتك وقتها تسلمت من الملك فاروق السيف. أي. وقلت له على غير العادة وعلى غير ما يقال في مثل هذه الظروف: الله يبارك في جلالتك. هل كان للملك فاروق شعبية في الجيش في ذلك الحين؟ قطعا في الوقت ده كان الملك فاروق ليه شعبية في الجيش. عاش فاروق بعد عام 1945 حياة عصيبة. انتهت الحرب، ولكن الشارع المصري يغلي من داخله بسبب أن مصر لم تحصل على استقلالها بعد انتهاء الحرب. أيضا اضطر الملك لإعلان دخول حرب فلسطين، وهناك وفي الفالوجة يحاصر الجيش المصري وتحدث حالة من الغليان داخل الجيش. يعود الجيش من الفالوجة ويستقبله الملك فاروق ويكرم هؤلاء الذين كانوا محاصرين فيها، ولكن سرعان ما تقوم ثورة يوليو أو حركة الضباط الأحرار، ويضطر فاروق للتنازل عن العرش ويغادر إلى إيطاليا. إيرما كابوتشي مونيتولو
ذات شعر ناعم وطويل ويقبل شعرها. تزعم وتدعي أنها ابنة أحد النبلاء الإيطاليين، ابنة سائق